صلاح على الانفراد والهدف الاول جول للعراق للمنتخب الرديف الذي كان يستحق منذ الشوط الاول ان يصل الى حاله التعادل. وكما فاجأ المنتخب النرويجي المنتخب العراقي والمنتخب العراقي يرد بقوه عن طريق المهاجم الهداف الذي كان يستحق ان يسجل اسمه في اللوحه الشرفيه للهدافين سواء في المباراه الاولى او في المباراه الثانيه. يتلقى الثانيه والهدف منذ الدقيقة الخامسة. لاحظوا بالقدم اليمنى وكرة هاف بولي يتمناها أي مهاجم، كرة هاف بولي وبالقدم اليمنى بوجه القدم اليمنى ومن تحت يد الحارس يستحق